بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المعلم زكريا اسماعيل، معلم اللغة العربية في مدارس الهيئة التربوية التعليمية ضمن سلسلة برامج التعليم عن بعد. الصف السابع، تاريخ اليوم الثلاثاء 19 من كانون الثاني 2020. بسم الله نبدأ درسنا لهذا اليوم بعنوان المفرد والمثنى. أهداف هذا الدرس أن يتعرف الطالب على أنواع الاسم، أن يعرف الطالب الاسم المفرد ويحدد علامات إعرابه، أن يعرف الطالب المثنى، أن يميز الطالب بين علامات إعراب المثنى، أن يحول الطالب الأسماء المفردة إلى المثنى. نبدأ مع الأمثلة في المجموعة ألف. المثال الأول، هذا الكتاب مفيد. إن المدرسة بعيدة. نظرت من النافذة. نلاحظ أن الكلمات الملونة باللون الأحمر، الكتاب، المدرسة، النافذة، هي أسماء تدل على شيء واحد. الكتاب، كتاب واحد. المدرسة، مدرسة واحدة. النافذة، نافذة واحدة. فنسمي هذه الأسماء أسماء مفردة. ونلاحظ أن هذه الأسماء المفردة جاءت في المثال الأول مرفوعة. هذا الكتاب، جاء الاسم هنا مرفوعا، وهنا الاسم جاء مرفوعا بالضمة. أما في المثال الثاني فالمدرسة هي اسم منصوب لأنها سبقت بإن، وإن حرف مشبه بالفعل تنصب الاسم بعدها. فعندما جاء الاسم المفرد منصوبا جاء منصوبا بالفتحة. أما في المثال الثالث، نظرت من النافذة، فكلمة النافذة اسم مفرد وجاء مجرورا، سبق بحرف الجر من، وجاءت علامة جره الكسرة. لذلك نستنتج من هذه الأمثلة مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى هي أن الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة. الاسم المفرد ممكن أن يدل على واحد أو واحدة، مذكر أو مؤنث. فقولنا الكتاب هو اسم مفرد مذكر يدل على كتاب واحد، وواحدة مثل كلمة مدرسة اسم مفرد يدل على اسم مؤنث. القاعدة الثانية، نستنتج أن علامة رفع الاسم المفرد هي الضمة. عندما يكون الاسم المفرد مرفوعا فتكون علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه هي الفتحة، وعلامة جره هي الكسرة. يعني أن الاسم المفرد يرفع بعلامات إعراب أصلية، الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر. ننتقل إلى الأمثلة في المجموعة الثانية ب. المثال الأول، هذان الكتابان مفيدان. إن المدرستين بعيدتان. نظرت من النافذتين. أيضا لو نظرنا إلى الكلمات الملونة باللون الأحمر، الكتابان، المدرستين، والنافذتين، نلاحظ أن هذه الأسماء هي أسماء لا تدل على شيء واحد، وإنما تدل على أمرين. كتابان، كتابان، مدرستين، نافذتين. إذن هذه الأسماء تدل على اثنين أو اثنتين. إذن يمكن أن تدل على اثنين مذكر أو اثنين مؤنث كما في كلمة المدرستين والنافذتين. لماذا قلنا في المثال الأول الكتابان، وفي المثالين الثاني والثالث المدرستين والنافذتين؟ طبعا في المثال الأول جاء المثنى مرفوعا، هذان الكتابان، جاء المثنى مرفوعا، والمثنى عندما يكون مرفوعا تكون علامة رفعه الألف والنون، تكون علامة رفعه الألف والنون. أما إذا كان المثنى منصوبا
كما في قولنا إن المدرستين، فعندئذ تكون علامة نصبه الياء، تكون علامة نصبه الياء. وكذلك في حالة الجر نظرت من النافذتين، النافذتين اسم مثنى جاء مجرورا بالياء، لذلك نستنتج أن المثنى عندما يكون مرفوعا تكون علامة رفعه الألف، وعندما يكون منصوبا أو مجرورا فتكون علامة نصبه وجره الياء. كيف نحول الأسماء المفردة إلى المثنى؟ ننظر إلى طريقة التحويل للمثنى. عندنا كلمة الكتاب هي اسم مفرد، هذا الاسم المفرد عند تحويله للمثنى نضيف له ألفا ونونا في حالة الرفع. إذا أضفنا لكلمة الكتاب ألف ونون تصبح الكتابان، فإذا المفرد يتحول للمثنى في حالة الرفع بإضافة ألف ونون. أما في حالتي النصب والجر فمثلا كلمة المدرسة، المدرسة كلمة مفردة تنتهي بتاء التأنيث، إذن هي اسم مؤنث، عند تحويله إلى المثنى في حالة النصب والجر نضيف له أو لها ياء ونون في حالتي النصب والجر، فتصبح المدرستين في كلا الحالتين. إذن نستنتج من ذلك أن المثنى تعريفه هو ما دل على اثنين أو اثنتين، يعني ما دل على اثنين في حالة المذكر أو اثنتين في حالة المؤنث. كيف يصاغ الاسم المثنى؟ يصاغ المثنى بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر. قلنا إن الاسم المفرد عندما يكون مفردا فتكون علامة رفعه الضمة، بدل الضمة هنا صارت علامة رفعه الألف، إذن المثنى لا يرفع بالضمة وإنما تكون علامة رفعه الألف. وفي حالتي النصب والجر يكون الاسم المثنى مرفوعا بالياء، بدل الفتحة نضع ياء ونون. في نهاية هذا الدرس أريد أن تحل هذا التمرين، التمرين حول الأسماء المفردة إلى المثنى منتبها إلى علامة الرفع والنصب والجر. طبعا قلنا الاسم المثنى عندما يكون مرفوعا تكون علامة رفعه الألف، وعندما يكون منصوبا أو مجرورا تكون علامة جره الياء. المثال الأول، الدرس مفيد. نلاحظ أن الاسم المفرد في هذه الجملة جاء مرفوعا، إذا أردنا تحويله للمثنى كيف تصبح الجملة؟ فأريد الحل. المثال الثاني، إن الطالب المجتهد مؤدب. كلمة الطالب الاسم المفرد منصوبا عند تحويله للمثنى، ماذا نزيد عليه؟ المجتهد اسم مفرد منصوب عند تحويله للمثنى، ماذا نضيف عليه؟ كلمة مؤدب هذا اسم مفرد مرفوع عند تحويله للمثنى كيف يصبح؟ المثال الثالث، كتبت الوظيفة بالقلم. نلاحظ كلمة الوظيفة اسم مفرد منصوب عندما نحوله للمثنى، ماذا نضيف عليه؟ وأيضا كلمة القلم هو اسم مجرور. أريد أن تفكروا بهدوء قبل الإجابة عن هذه الأسئلة وتعيدوا المقطع مرات كثيرة حتى تفهموا الدرس، ودعاء لكم بالتوفيق.